بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام الصابرين، وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوة الراضين بقدر الله جل وعلا. لكن الإنسان يحاسب على تلك الكلمات التي يقولها. ولهذا استدرك صلى الله عليه وسلم معلما أمته قائلا: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالمسلم يعلم أن الكلمة قد تهوي به في النار 70 خريفة، كما أن الكلمة قد ترفعه في رضوان الله ما ترفعه. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لكنه لا يستطيع أن يكتم، يقدر أن يكتم حزنه. وفي الحديث أنه أقسم قال: والله إنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون.